السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قناة سمر، كما كتشوفوا تلفزيون براند شريته على أساس يعني منتوج يصنع في الجزائر، وعلى أساس أنه سيرفيس أبخي فونت أو خدمة ما بعد البيع متوفرة، وعلى أساس أنه فيه ضمان سنتين. هذا التلفزيون مشى 5 أيام فقط، ثم بعد 5 أيام مشى بطريقة جيدة، وبعدين ولات في هذا المشكل، يشعل ويطفى، الصورة تروح وترجع. فحبيت انا رجعت منين شريته، طلبت منه العنوان تاع المكان اللي نروح ناخذ لهم التلفازه، فقال لي لازم تتصلي بهم اولا، قال لي هما ما تروحيش مباشره، لازم تتصلي بهم. هو عطى لي رقم هاتف واحد، ومن الانترنت انا جبت 3 ارقام للهاتف، كاتبين ارقام كونتاكتي بار تليفون، يعني حاطين 3 ارقام وحاطين عنوان باش تبعت رسالة. حنا تروح تمشي توصل 20 سنة قبل من الرسالة لو كانت ترسلها. كما كتشوفوا هذا هو المشكل اللي فيه. شوفوا الآن لما نتصل فيهم وش راح يعملوا، مرة يردوا ما يردوش أصلا، عفوا، مرة يعني صوني عندهم، ومرة يدي برونشي الهاتف. تليفونات هذا هو سيرفيس أبخي فونت. فإذا براند حبيتوا تشتروا منتوج براند، 0023 21 عملوا حساب 93 بلي هذا 93 هو السيرفيس 0023 ابخي فونت 95 تاعهم. 91 0023 صفر 71 92 92 سيرفيس ابخي فونت براند. هاي طالهم اوكي بي، دايما هكذا اوكي بي، كل ما نعيط له اوكي بي. هذا ساعتي صوني عنده. هذا مرة يصوني عنده، مرة مومونتانيمون سيسبوندو. هذا هو السيرفيس ابخي فونت تاع البراند، وما عندهمش ادغاس تدي لهم، ولا لازم تتصل بهم ولا تبعت لهم رسالة. على باش تبعت رسالة سيريو. واحد وتسعين دايما هكذا يصوني، شمين با عنده قليل وين يصوني. عاودو ل92 هاو يصوني عندهم. فوالا اوكين ريبونس، راكروشا. عاودو له سامطين. زيدو لهادو. كيف كيف هادو؟ شوفو 93، هذا هو سيرفيس ابخي فونت تاع براند.
رقم اللي عطاه لي صاحب المحل اللي شريت من عنده التلفزيون هو 91. 91 ما يصونيش اصلا. هذا هي خدمة ما بعد البيع برانت. على أساس أوكيبي هالو تركاتك إذا راك روشة ديريكت ما هي الشورى وعالي كلش هو نورمال، يعني ماشي مسألة شان ولا. نعاود نولو 93